للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الثقافة والإعلام بهيئة علماء المسلمين الأستاذ حارث الأزدي. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. الهيئة تشارك في معرض عمان الدولي للكتاب، لو تحدثنا أكثر عن أهمية المعرض وما تضمن المعرض من فعاليات مهمة وأيضا الفعاليات التي تشارك بها الهيئة. حياكم الله. حقيقة تشارك الهيئة عبر مركز الأمة للدراسات والتطوير التابع لقسم الثقافة، وكذلك بالتعاون مع مؤسسة البصائر للدراسات والنشر في المشاركة الفعلية الثالثة لإقامة المعارض في عدة دول. فقد كنا قد شاركنا في المملكة العربية السعودية، وكذلك شاركنا في جمهورية مصر العربية، وهذه المشاركة أيضا الثالثة، وهي المشاركة الواسعة والكبيرة في معرض عمان الدولي للكتاب الدورة 18. نعم. تتخلل يعني هذا المعرض يتميز بأنه معرض كبير جدا، وهو احتفالية ومهرجان كبير جدا من حيث عدد الدور المشاركة وكذلك المؤسسات المعنية بالنشر والتوزيع. فقد فاقت 500 دار نشر ومؤسسة شاركت في هذا المعرض الكبير، وبتنوع عناوينه يعني تصل عدد العناوين إلى عشرات الآلاف من العناوين، وكلها أغلبها كتب جديدة، بالإضافة إلى طبعات يعني جديدة جددت لطلب القراء لها. مشاركتنا حقيقة من الممكن أنه إصداراتنا لعام 2018 تميزت بجمالها وأناقتها من حيث صناعة الكتاب. كان الأول هو مبادرة العراق الجامع، وكذلك كتاب نشاطات أقسام الهيئة وفروعها لعام 2015، بالإضافة إلى كتاب المشروع الوطني، وأيضا شاركنا في مجلة حضارة العدد 21 حيث صدر قبل أيام. نعم. وشاركنا فيه في المعرض. ردود فعل المواطنين أو الزائرين الذين حضروا إلى جناحنا كانت في التعرف على القضية العراقية والتعرف على الكتاب المعني بالشأن العراقي، وكذلك شرح أبعاد هذه الكتب وما تحمله من رسائل إلى القارئ. نعم، الأستاذ حارث الأزدي مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيل لك.